قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقال بأصبعه السبابة والوسطى. المعنى أنه يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة إذا عال الجاريتين، يعني الأنثيين من بنات أو أخوات أو غيرهما، فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وقارن بين أصبعيه عليه الصلاة والسلام. والعول في الغالب يكون بالقيام بمؤونة البدن من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك، ولكن كذلك يكون في غذاء الروح، غذاء الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك. ويؤخذ من هذا الحديث ومما قبله أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمور التي تقربه إلى الله، لا بالأمور الشكليات ومراعاة أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقط، بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر. وقوله حتى تبلغ يعني حتى تصل سن البلوغ وهو 15 سنة، أو يتحيض المرأة ولو قبل 15 سنة، أو ينبت لها العانة أو تحتلم، لأن علامات البلوغ في المرأة أربع علامات، تمام 15 سنة، نبات العانة، والثالث الاحتلام، والرابع الحيض. فإذا حاضت ولو كان لها أقل من 15 سنة فهي